حبيت نبدا الجوله بشباتي الماديه، وسمعت لي ابان شباتي تنجم تاكلو في نهج الخصب، واخترت الحانوت هذا بطريقه عفويه اللي كان يحضر الشباتي ويطيبه على الفخار، وانت بالطبيعه تختار المكونات. اللي لاحظته انه اكثر الكليونات تختار بين الجبن والطن والجامبون، فانا خيرت ناخذ جبن طن وزيدهم رشه الموتزاريلا اللي خليتهم ميكس عالي بالطبيعه مع البات اللي كانت خفيفه وهشوشه على الاخر. من غادي مش بعيد برشا عملت كويس رمان عند عم الصادق اللي من نجم خير عليه شاي بعد اللي كليته، وسومه كان 2500. وشكون ما يعرفش انيس كبده في سوق الخربه ناش كتاب الوزير، كسكروت طابونه فيه كبده ولا سكالوب ددا معاهم شويه معدنوس وبصل، كسكروت كان ب 4000. كبده بركه كبده سكر كبده سكر بس تنجمش تتعدى من البلاصة هذي من غير ما تذوق كعبة مخروط. صراحة انا ذقت حصلت رصات لفرتال مقروض ب 3500. من بعد تعديت لعم حسين اللي عملت عنده كوكتيل واللي كان فيه دجلة وبنان وتفاح والفاكهة بانواعها ومعاهم حليب عربي، بالنسبة للسوم كان 6000. وكما نشوفه قدم لك الكونتيتي اللي حضرها الكل، اما بصراحه كان حاجه تغني على الماكل نهار كامل. بجنب جامع الزيتونه في زنقه صغيره تعرضنا اقدم قهوه في تونس وافريقيا، وتتميز بطابع تونسي بامتياز، قهوه العنبه وعمرها 850 عام، وهي من اشهر القهاوي في المدينه العربي، ومن الحاجات اللي تميزها كاس العنب اللي عندها. وختمت الجولة بترونش مطكوكو من عند السيد هذا، وكان سومها 2000 فرنك.